مسابقة لصيد السمك بالسنارة تحارب الصيد الجائر. هذا ما نظمه مسؤول صفحة على الفيسبوك اسمها تجمع صيادي الغربية، وبمشاركة 20 فريقا وأكثر من 160 صيادا انتشروا على ضفاف نهر الفرات لتعود سلالهم وشباكهم مليئة بالأسماك. بطولة الغربية أول بطولة تصير، اللي تعدادهم وصل أكثر من 160 سماك. الغرض منه أنه طبعا صيد بالسنارة، الغرض منه التعارف والأخوة بين الغربية. ملوك الكاربي والحوت والقرش وفريق القراصنة أسماء أطلقها الصيادون على أنفسهم، أما الطعم المستخدم لجذب السمك فهو يعكس تنوع الأساليب وبحسب ما يراه قائد كل فريق. عملا نخليه عجين ونسوي خبطة مع الحنطة وشعير وصفيرة، نخليها تخمر يعني فد 3 أيام 4 لأن يعني تصير بها ريحة مو طيبة حتى يجيها السمك، نخبطها مع العجين ونشدها على سبرينج فيدر يسموه، وطريقة سنارات فد 5 سنارات بنفس الوقت نخليها على الفيدر. هدايا رمزية ودروع تقديرية قدمها المنظمون للفائزين، ولكن الهدف الأول هو رسالة للذين يستخدمون الصيد الجائر بالتفجير والسموم، الكفيلتين بضياع الثروة السمكية التي تعد مصدر الرزق الوحيد للعديد من العوائل التي تسكن منطقة أعالي الفرات. الكمية اللي بها من السمك الصيد الجائر الكهرباء راح يقضي عليها، فالناس اللي تترزق يعني على يعني اكو شباب هو يشتغلون بالسمك يعني يعيش على مثلا يصيد له 5 كيلوات 6 كيلوات يبيعها يترزق بها يعيش عائلته. الفائز الاول فريق القرش بقيادة ابو حسن. وفي ظل هذه الاجواء الحماسية والتنافس ينقسم الصيادون هنا قسمين، منهم من اتخذ الصيد مصدر رزق له ولعائلته، ومنهم من اتخذه هواية ومتعة. من قضائر وغرب الأنبار أنمار العاني، يو تي في.